بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو الرابع لنظرية طالس راح نشوفوا كيفية تقسيم قطعة مستقيم. نتوجه الآن، افتح كتاب مدرسي في الصفحة 156، روحوا للنشاط رقم 5. ها هو أمامنا النشاط رقم 5، قال لك أبي قطعة مستقيم. إذن أكس نصف مستقيم مدرج تدريجا منتظما، أي مدرج، لاحظ فيه تدريجات. وش قالوا لنا؟ قال لك أرسم مستقيما يشمل النقطة سي ويوازي أوبي. يعني مستقيم راح يجوز من نقطة سي ويكون يوازي أبي، ويقطعها وين؟ في الدي. يقطع النقطة القطعة المستقيمة أبي في النقطة دي. لاحظ معي، أنا جبت إن رجل وإن إيكار، أي كوس ومسطرة. نجيب المسطرة، شوف كيفاش نحطها. نحطها هكذا، نجيب الكوس، لاحظ، نحطه هكذا مع أبي. نحطه مع من؟ مع أبي. بعد واش ندير؟ نسحب الكوس حتى النقطة سي. هاي نسحب الكوس مع المسطرة حتى النقطة سي هكذا، ومن بعد نجي نرسم. ندير النقطة هنا، هاي هاني رسمت. بعد المسطرة هاني رسمت بالتقريب، ها هي النقطة دي. ها هي النقطة هنا، واش نكتبو؟ عندنا النقطة ماذا؟ النقطة دي. ها وراهي النقطة دي، هاي النقطة دي، حيث قال لي يقطع أبي وين؟ في النقطة دي. إذن واش قال لي ثانيا؟ طلب مني الرسم، أنا رسمت. واش قال لي ثانيا؟ قال لي احسب النسبة أدي على أبي، ثم اكتب أبي بدلالة أدي. هنا طلب مني نحسب النسبة، صح. لاحظ، يعني حسب نظرية طالس واش عندي؟ عندي أدي على أبي، أدي على أبي واش تساوي؟ تساوي أدي على أبي تساوي أسي على أو، تساوي أسي لما ذا على أو، أي تساوي واحد. أسي فيها واحد على أو فيها ثلاث تدريجات، واحد على ثلاثة. أن بعد ما حسبنا النسبة هذه، روحوا نكتبوا أبي بدلالة أدي. أبي نكتبوا أبي بدلالة أدي. أبي واش يساوي؟ معناه يساوي ثلاث مرات أدي. يعني أبي مدام أبي على أدي، لاحظ أبي، ما قلنا عندنا أدي على أبي وصلنا تساوي واحد على ثلاثة. إذن من هذا واش تولي عندنا؟ تولي عندنا أبي واش يساوي؟ أبي يساوي، أي قالوا لنا حسبوا أبي، اكتب أبي بدلالة أدي. واش يساوي أدي في ماذا؟ في ثلاثة، أي يساوي ثلاثة أدي. ها نكتبناها. ماذا واش قالنا؟ قال قسم القطعة أبي إلى ثلاث قطع متقايسة. لاحظ هنا، التدريجة الأولى، الثانية، الثالثة، الأو راه مقسم إلى ثلاث قطع متقايسة. نجو للتدريجة الثانية، نضع مثلا نقطة أم، نضع نقطة أم، صح. بعد واش ندير؟ نجيب كما درت قبيلات،
نجيب المسطره نحطها هنا، نجيب ليكار او كوس نحطه هنا، الشكل اللي في الكتاب المدرسي يعوج، ونجي نسحب الكوس لاحظ حتى للنقطة هذه. بعد واش ندير؟ نرسم هاي. هاني رسمت الخط هذاك، واش نسميه؟ نسميه ان، هذا الخط نسميه ان. وهكذا اي رسمت مستقيم من ام حتى الان يوازي الاو بي، يوازي الاو بي كما طلبوا مني، ويقطع ا بي في ان. هكذا نكون قد قسمنا القطعه المستقيمه ا بي الى ثلاث قطع متقايسه، الى ثلاث قطع متقايسه. لاحظ لو مثلا ندير ان على ابي، لو ندير مثلا ان ما طلبوهاش مني برك على ابي، تساوي ماذا؟ تساوي ابي، تساوي ابي على مثلا هاي ان على ابي يساوي ام على اي، يساوي ماذا؟ يساوي اثنان على ماذا؟ على ثلاثة. اي يعني لو طلبوا مني حساب هذا النسبة. نبقى دائما في الصفحة 156 من الكتاب المدرسي، ونحاول نحل النشاط رقم 6، تمعن في الشكل ثم اكمل الجدول. لاحظ قال لك ام ا على ام بي، ام ا على ام بي، ام اشعل فيه واحد زوج ثلاثة اربعة، هاي اربعة على ام بي، واحدة زوج ثلاثة اربعة على اربعة، اي واش يساوي؟ يساوي واحد. زيد ام ا اربعة على ا بي، من حتى لنا كاين ثمانية، اي واش تساوي؟ تساوي واحد، اذا نختزلها تساوي ماذا؟ واحد على اربعة. زيدوا للثانية ام ا فيها واحدة زوج ثلاثة اربعة خمسة ستة، ستة على ام بي، ام بي فيها زوج، صافي تولينا ماذا؟ ستة على زوج تولي تساوي ثلاثة. ام ا دائما ستة على ابي، يعني ستة والزوج ثمانية، تولي تساوي ثلاثة على اربعة كي نختزلوها، ثلاثة على اربعة. زيد في الشكل الثالث ام ا واحدة زوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسعة على ام بي اللي هي واحد، اذا تساوي واحد. زيد عندنا هنا ام ا تسعة دائما تسعة على ابي، ابي يعني واحدة زوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية على ثمانية، كسر غير قابل للاختزال، اي نصيبه واحد فاصل ثلاثاش، واحد فاصل ثلاثاش. زيد ثلاثة هنا، هنا ام ا فيها ثلاثة على ام بي، ام بي فيها خمسة، صافي تساوي صفر فاصل ستة. ام ا دائما ثلاثة والابي الخمسة ونزيدو لها ثلاثة صافي ثمانية، نصيبوها تساوي صفر فاصل ثمانية وثلاثين، صح. الشكل الاخير ام ا واحد على ام بي، واحد زوج ثلاثة اربعة خمسة ستة
سبعه عفوا واحده زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سته يحب يقول صفر صيبو صفر فاصل ستاش. هنا واحد على ابي سته صافي سبعه سبعه نصيبو صفر فاصل اربعتاش. وش قلنا هنا؟ اكمل ما يلي: اذا كان ام اعلى ام بي يساوي واحد، فان ام كما هلنا في الاولى ام اعلى ام بي يساوي واحد، ام وراه راهي في المنتصف، فان ام منتصف، هاي ام منتصف القطعة المستقيمة ابي. اذا كان ام اعلى ام بي اقل من الواحد يعني صفر، كما هنا هاي صفر صفر فاصل صفر فاصل صفر فاصل، يعني فان ام تكون اقرب الى الأ. لاحظ وين يكون صفر فاصل للام، شوف اي قريبة للأ، انتبه مليح، هاي قريبة للأ منه الى البي، يعني قريبة للأ ما على البي، يعني اقرب الى الأ منه الى البي. اذا كان ام اعلى ام بي اكبر من الواحد، مثلا لهنا 1.13 فهمت، تكون مثلا لهنا لاحظ ام وراهي راهي قريبة للبي، هاي قريبة للبي، هاي قريبة للبي اكثر منه الى اي منه الى الأ. هكذا رانا حلينا نشاط رقم هذا النشاط رقم 6. نروحوا الان الى الصفحة 160 ونحاولوا نحلوا التمرين رقم 6. شوفوا الان التمرين رقم 6 في الصفحة 160، قال لك انشئ قطعة ابي طولها 13 سنتيمتر، عين بدقة النقطة او من القطعة المستقيمة ابي بحيث ا على ابي يساوي 5 على 9، اشرح طريقة ثم اشرح طريقة الانشاء. نجو الان جبنا مسطرة نديرو القطعة ابي، نرسمو قطعة مستقيمة ابي 13 سنتيمتر، انا رسمنا القطعة ابي فيها 13 سنتيمتر، ثم قال لك عين بدقة النقطة او من ابي بحيث ا على ابي يساوي 5 على 9. نجي نرسم قطعة مستقيمة، اي قال لك اكتب يعني بين اشرح واش نجي ندير، نرسم هاي نرسم نرسم قطعة مستقيمة آسي، نرسم آسي ندرجها إلى 9 مدرجات لأنه عندي 5 على 9، ندرجها إلى 9 مدرجات 9 مدرجات. هاني رسمت آسي درجتها إلى 9 مدرجات، رسمت آسي قلنا درجتها إلى 9 تدريجات صح. من بعد المسطرة واش نجي واش ندير، نعين نقطة دي من آسي، نعين تبع معايا غير بالعقل كيفاش تنشئ هذا الشكل، نعين نقطة دي من قطعة مستقيمة آسي، قطعة مستقيم آسي حيث حيث واش لازم تكون، حيث آدي، لاحظ واش كان عندنا، عندنا اخي عندنا آدي، انتبه مليح، آدي على آسي يساوي 5 على 9، كان عندنا آدي على آسي يساوي 5 على 9، لأن لماذا؟ لأن آ على آبي يساوي آدي على آسي يساوي 5 على 9، ومنه وش يولي عندي؟ يولي عندي آدي، آدي يساوي ماذا؟ يساوي 5 على 9 آسي، تساوي 5 على 9 آسي. نرسم سي بي، نجي الآن نرسم
المستقيم سي بي جي. الآن نوضع المسطرة ونرسم المستقيم كما قال لي سي بي. هاي بعد ما رسمت المستقيم سي بي، الآن نرسم من دي، نرسم من دي. دي وين راهي دي؟ دي هي تكون في التدريجة رقم 5، أي 1 2 3 4 5. دي هنايا، هاي دي هنا. نجي نرسم دي من دي، من نقطة دي مستقيم يوازي دي بي. يوازي ماذا؟ يوازي دي بي ويقطع أبي في أو. لاحظ يوازي، عفوا، يوازي سي بي ويقطع القطعة المستقيمة أبي في أو. هنا رسمنا الآن دي أو، حيث المستقيم هذا دي أو يوازي المستقيم سي بي ويقطع القطعة المستقيمة أبي وين؟ في أو. إذن حسب نظرية طالس واش نصيب لهنا؟ نصيب أدي على أسي. شوف مليح في الشكل، نصيب أدي على أسي. واش يساوي؟ يساوي أ أو على أبي، يساوي أ أو على أبي. يساوي ماذا؟ يساوي 5 على 9، يساوي 5 على 9. هكذا نكون قد أنجزنا التمرين رقم 6. نروح للتمرين رقم 7. الآن نروح للتمرين رقم 7، دائما في نفس الصفحة، تصيبه هو في آخر الصفحة. قال لك أرسم القطعة SR بحيث SR تساوي 12 سنتيمتر، وعين النقطة C من SR بحيث SC على CR يساوي 2 على 5. هنا رسمنا الآن القطعة SR. بعد أن واش نجي ندير؟ لاحظ مليح معايا واش ندير. نجي واش ندير؟ نرسم مستقيم D يشمل النقطة S، من بعد ندرجه. نرسم مستقيم D، هذا مستقيم D يشمل النقطة S، ومن بعد نجي نرسم مستقيم دي فتحة يشمل النقطة R. ولاحظ باللي المستقيم دي عمودي على القطعة SR ويوازي دي فتحة. هاو أمامك رسمنا مستقيم آخر دي فتحة، دي فتحة ويشمل النقطة R، ويكون هو كذلك عمودي على القطعة SR ويوازي دي. يعني هنا واش عندنا؟ عندنا دي، لاحظ مليح، دي المستقيم دي يوازي دي فتحة، دي فتحة. ومن بعد درك واش راح ندير؟ انا نجي ندرج هذه المستقيمات. انا مادام راهي عندي اللوحة هنايا راهي مدرجة، اذا كل كارو بسنتيمتر. ندرج هذا المستقيمات، نجي لهنا ندرجو تدريجة الأولى تدريجة الثانية. نجي لهذا ندرجو من حتى التدريجة رقم 5. 1 2 3 4 5 حتى التدريجة قلنا رقم 5. هذا النقطة اللي راهي في التدريجة رقم 2 نسميها أو، وهذا النقطة اللي راهي في التدريجة رقم 5 نسميها F. نجي نرسم من الأو للأف، أي نرسم مستقيم أف، نرسم مستقيم أف. ها المستقيم أف، شوف يقطع SR وين؟ في C. لاحظ يقطع SR في نقطة C، يقطع SR في نقطة C. لو تجي دير تدريجة 2 هنا وتدريجة 5 هنا تحت، نفس الشيء راح يكون عندك مستقيم يهبط من هكا ويقطع SR في C في نفس الشيء. يعني تقدر دير هنا الفوق 2 وهنا تحت 5، راح يعني نفس الإجابة، الإجابة تكون صحيحة. إذن هنا لاحظ في الشكل، لاحظ في الشكل، عندي شوف مليح
عندي اس او يوازي اف ار اه لاحظ، وعندي او سي على او اف يساوي اس سي على اس ار، نكتب هذا يعني حسب نظرية تالس، حسب نظرية تالس تشوف اللي ساهل تتابع غير الخطوات كما درت انا بالمسطرة والكوس اي لا ريغل اي ليكار. لاحظ عندنا سي اس على سي ار ولا اس سي كما تحب، سي عفوا سي اس على سي ار تساوي اس او على ار اف وتساوي او سي على اف سي. اف سي واش تساوي؟ تساوي 2 على 5. وهكذا تكون قد اجبت على التمرين اجابة صحيحة. اعزائي التلاميذ، الى ان نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.